نمبر 1 وانتو عارفين نمبر 1. عادة بيغنوا للآخرين بس انت غنيت لنفسك. نمبر 1 هو هدف أي شخص ناجح في الحياة. هل النجاح الكبير اللي حققته وعم تحققه أوصلك لمرحلة الغرور؟ أنا شخص طموح، والشخص والطموح والغرور لا يتوافقوا في، يعني لا يجتمعوا في إنسان واحد. أنت مهموم هلا، الاستعراض يلي بتقدمه، الغناء الفاحش يلي بيبين بالكليبات، الذهب يلي بيبرز، الطيارات الخاصة ربما، هدول ما بيعطوا هذا الانطباع. اللي بينزعجوا من هذا الموضوع هم المليونيرات. أنا اتولدت في عائلة متوسطة، ما حققتش 1% من طموحي. مين عم بحارب محمد رمضان؟ ما استسلمت ولا نهار يمكن كيف؟ لا عاش ولا كان، ولا يستطيع أحد أن يبكي محمد رمضان إلا من يحبه محمد رمضان. تعرف مين عم بيجرب يحاول يختالها؟ أنا راجل ممثل وحققت الحمد لله نجاح كبير جداً. مافيا 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 مافيا. الأغنية تخطت نجاح الإعلان. أنت بتعتبر صوتك حلو؟ فالأول مرة شخص ما يبقاش أندر جراوند اسمه محمد رمضان هو اللي يقدم النوع ده. الحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة، ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة أبدا، أصل التناكة من الآخر دي ليها نفع. كنت المغني العربي الوحيد في فورمولا 1، كلهم أمريكان، كنت أنا العربي الوحيد. بعض الشيوخ ترى في الجوامع ويعني حجم الحفلة بشكل كبير. هو مزبوط حدف عليك ساعات؟ بكم ساعة رجعت؟ هو مش مزعوج انه انت صرت الاعلى اجر من بعد ما كان هو الاعلى اجر بمصر؟ دز عادل امام في مكان تاني خالص. اكتر شيء زعجك واثر فيك بالاتهام؟ بيتقال في الصحافة 90% منه ظلم. في حد وراه؟ ليه عايزين يدمروا حاجة صورتك؟ ليه عايزين يثبتوا للناس؟ ليه بيوصفوا شخص غيرك؟ دلوقتي حالا هو اعلى رقم قناة مشاهدات لفنان عربي، اعلى هاشتاج لاسم شخص عربي. رح تضلك النمبر 1 وتحارب لحتى ما ياخد حدا منك هيدا اللقب؟ والله هي مش فكره ياخد اللقب، هي خلاص يعني هي بقت في اللاوعي. يعني اصلا لو عملت لك كده وانت صاحيه من النوم هتفتكريني غصب عنك. يعني ده بقى القعدات الترابيه، زمان كانوا بيقعدوا على تخت ويربعوا ويقولوا ساكن فحي السيده